تعليقا على ما يحدث هناك في الخرطوم، ينضم الينا هاتفيا الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربيه. دكتور حامد، اهلا وسهلا بك الى هذه التغطيه لما يحدث هناك في السودان. منذ اسابيع وهناك كان هناك حراك وتظاهرات ربما في الشارع السوداني، وكانت هناك قبل ذلك محاوله لقلب نظام الحكم في السودان. كيف تعلق على ما يحدث هناك حتى اللحظه؟ يعني طبعا الان هي خطوات قوية تقوم بها الدولة السودانية الآن في محاولة استقرار الأوضاع داخل السودان، لأن كل ما يحدث في الفترات السابقة كان ضد القانون وضد الدستور، وهي محاولة الاستقرار يعني هي محاولة مهمة لاستقرار الأوضاع داخل السودان، وبالتالي كل هذه الخطوات في سبيل تحقيق الاستقرار المنشود للدولة السودانية. ولا يمكن بأي منطق ولا يمكن بأي عقل أن تستمر الأحداث في السودان على هذه الوتيرة المتصاعدة، وبالتالي هذه الخطوات التي تتخذ هي خطوات في سبيل تحقيق مسار الثورة في السودان واستكمال المسار الديمقراطي السليم، بعيدا تماما عن اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة المسار الديمقراطي الذي من الممكن أن يتم البناء عليه في الفترة القادمة. طيب، منذ أيضا يوم، منذ ساعات قليلة كان المفوض الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية كان هناك في السودان، وأيضا التقى المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي، ويعني تم أو أجريت عدد من اللقاءات مع المسؤولين في السودان في الحكومة السودانية وفي الجيش السوداني. إلى ماذا يعني يمكن أن نفهم سلسلة هذه الأحداث والقرارات الأخيرة المتوقعة قريبا على خلفية هذه اللقاءات الدولية التي جرت في السودان مؤخرا؟ يعني هذه الخطوات كانت خطوة لرأب الصدع السوداني ومحاولة أن يكون هناك توافق كبير بين القوى المتنازعة في السودان في محاولة أن تكون هذه الخطوات تحقيق استقرار سياسي، ولكن الأحداث الأخيرة ومحاولة قلب نظام الحكم الأخيرة التي كانت تنتهك من قبل قوى داخلية وخارجية في محاولة تعكير صفو الجانب السوداني كان من شأنه اتخاذ مثل هذه الخطوات، لأن هذه الخطوات إذا لم تتم فسوف تكون السودان على شفا الحرب الأهلية، وسوف يكون هناك وضع متأزم في الداخل السوداني. وجود المبعوث الأمريكي فيلتمان ووصوله ولقاؤه أكثر من مرة بالقيادات الخاصة داخل السودان هي خطوة كانت لمحاولة تقريب وجهات النظر والعمل على أن تكون هناك نقاط مشتركة وأرضية مشتركة، ولكن يعني في ظني وتقديري يا زمام هذا الوضع برمته يؤكد على أن لابد أن تكون هناك خطوات جادة في سبيل تحقيق استقرار ديمقراطي وسياسي منشود داخل السودان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تتخذ مثل هذه القرارات التي في ظني وتقديري هي تصحيح لمسار الثورة في السودان والعمل على استقرار الأوضاع في السودان، لأنه بدون هذه القرارات ما كان السودان كان من الممكن أن يذهب في حرب أهلية حقيقية تستمر لسنوات وتستنزف كل الثروات داخل السودان، وبالتالي بشكل عام هي خطوات في سبيل تحقيق استقرار منشود، وفي ظني وتقديري سيكون المجتمع الدولي وستكون هناك إرادة سواء يعني تأكيد لهذه القرارات سواء دولية أو عربية، لأن هذه القرارات في من شأنها استقرار الأوضاع في السودان، وكما شاهدنا أن محاولة قلب نظام الحكم أثرت بشكل سلبي على الأوضاع في السودان وأدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي هذه الخطوات هي خطوات سليمة جدا لاستقرار الأوضاع في الداخل السوداني. نقلت أنا خبر منذ قليل عن مصدر في الجيش السوداني يقول أن ما يحدث حاليا من سلسلة اعتقالات إنما تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية. أي من الجهات المدنية في السودان برأيك تحاول أو عملت مؤخرا على عرقلة هذه الوثيقة التي اتفق عليها منذ سنة ونصف تقريبا؟ يعني في ظني وتقديري أن القوى معروفة بعينها ومعلومة لدى الجهات الداخلية في السودان، ومحاولة عرقلة هذه الوثيقة هو عرقلة لكل مسارات تحاول أن تحقق استقرار داخل الدولة السودانية، فليس من المنطق ومن العقل أن يكون هناك اتفاق تم عليه أكثر من عام ونصف في سبيل تحقيق استقرار سياسي أن تطرق وألا يتم العمل بها في سبيل أهواء شخصية وفي سبيل محاولة الركوب موجة السلطة والبقاء على السلطة أطول فترة ممكنة، وبالتالي هذه القرارات هي قرارات تتفق مع صحيح
الوضع الداخلي السوداني الذي أكدت عليه أكثر من جهة أخرى. وهذه الوثيقة تمت يا أستاذ همام بتوافق كل القوى الإقليمية وتم التوقيع عليها. صحيح. فليس من المنطق وليس من العقل الانسحاب من هذه الوثيقة والعمل على تعطيلها وعرقلة المسار الديمقراطي في السودان وعرقلة مرحلة التحول الديمقراطي. وبالتالي هذه القوى وهذا التدخل هو تدخل لتصحيح مسار الثورة في السودان، ولابد أن يتم استكمال وثيقة يعني الوثيقة التي تم التوقيع عليها بين الأطراف السودانية بين المكون العسكري والمكون المدني، وتحقيق استقرار منشود بين كل الأطراف الفاعلة في المشهد السوداني لتحقيق استقرار منشود في الفترات القادمة يؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي ويؤدي إلى استقرار داخل الدولة السودانية. نعم. لأنه ليس منطقيا أو عقليا أن تسير السودان نحو المجهول من في ألا تستقر الأوضاع وكما نشاهد الآن. نعم، كما تعلم الوثيقة الدستورية التي اتفق عليها مؤخرا في السودان تنص على مشاركة المكون العسكري والمكون المدني، ما درج على تسميتهما بهذين المصطلحين في الحكومة السودانية وفي إدارة الدولة. أي نقاط الخلاف يعني مؤخرا منذ أسابيع وكان الخلاف حاد بشأن المكون أو بين المكون العسكري والمكون المدني في السلطة القائمة حاليا في السودان، ما هي نقاط الخلاف برأيك بين المكونين والذي أدى إلى اندلاع هذه الشرارة التي تحدث حاليا هناك؟ يعني هو محاولة القفز على السلطة والنظرة الضيقة للأمور ومحاولة أن يقوم طرف ضد الآخر بإخراجه من العملية السياسية، وهذه النظرة الضيقة للأمور والبحث عن السلطة والتواجد بشكل أعمق على حساب مكونات أخرى. هذا لن يحدث التوافق في السودان، وبالتالي التوافق لن يتم إلا بتضافر كل الجهود وبتضافر كل المكونات العسكرية والمدنية، وهذا هو ما تم عليه في الوثيقة التي تم التوقيع عليها منذ عام ونص. وبالتالي ليس من المنطق وليس من العقل أن نسير في اتجاهات أخرى تحاول أن تعرقل المسار الديمقراطي في السودان. صحيح. وبالتالي خطوات سليمة جدا قامت بها الجيش السوداني، وهي الخطوات التي من الممكن أن تعيد تصحيح مسار الديمقراطي في الداخل السوداني وانطلاق السودان نحو الاستقرار، استقرار سياسي واستقرار اقتصادي يحقق الرخاء والنماء للشعب السوداني الشقيق. هذا الخلاف إلى أي مدى أثر على الأوضاع السياسية؟ يعني نحن تحدثنا عن الأوضاع السياسية، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب السوداني الذي ربما يعاني أصلا الأمرين من قبل ذلك، ربما من سنوات سابقة، وربما زاد عليه ما يحدث حاليا من انشقاقات من اختلافات بين المكونين داخل السلطة الواحدة. ليس من المنطق، وفي أي دول في العالم عندما تزداد الصراعات الداخلية بين المكونات الداخلية وبين الأطراف الداخلية يؤدي إلى نتيجة سلبية على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي، وأن تكون هذه الدولة دائما وأبدا لن يكون معها ترابط أو يكون معها تعاون من قبل المجتمع الدولي. وسيكون المؤسسات المالية سواء البنك الدولي أو صندوق البنك الدولي أو كل المؤسسات المانحة لن تتعامل في دولة فيها اضطرابات سياسية، مما ينعكس سلبا على الشق الاقتصادي. رغم الدعم الدولي والجهد الدولي الحاصل مؤخرا بالنسبة للحكومة السودانية وللدولة السودانية دعمها اقتصاديا، كان هناك مؤتمر منذ يعني أشهر قليلة في استضافته فرنسا وشاركت فيه مصر صحيح بشكل واضح، وكان موجه إلى دعم السودان اقتصاديا واجتماعيا وأيضا سياسيا، لكن لأي مدى أثرت هذه الخلافات بين المكونين في السلطة الحاكمة هناك في السودان إلى عدم وصول هذا الدعم إلى المواطنين، إلى المجتمع السوداني، إلى الشعب الذي يعاني؟ النظرة الضيقة للأمور والقفز على السلطة وعدم النظرة إلى يعني مصالح الشعب السوداني هي خطوة يعني في سبيل تعتيم الرؤية في السودان، وهذا ليس سليما أو صحيحا. مؤتمر باريس لدعم الشقيقة السودان وإسقاط الديون عنها كان بمشاركة الرئيس السيسي والرئيس ماكرون، ونجحوا في أن يكون هناك توجيه كبير للعمل على رفع المعاناة عن الشعب السوداني، ولكن
في ظني وتقديري أنه كلما زادت حدة الانقسامات داخل المجتمع السوداني لن تكون يعني خطوة إيجابية في سبيل تحقيق استقرار اقتصادي، لأن الوضع في السودان هو وضع مزري ووضع صعب ولا يتناسب أبدا مع قيمة السودان التاريخية وشعبها العظيم الذي من المفترض أن يعيش عيشة كريمة وعيشة محترمة، وهذا لن يتم إلا بأن تتوحد كل القوى الإقليمية الداخلية ولا تكون وسيلة ضغط يعني لا يذرع الدولة ومحاولة تعطيل مصالح المواطنين. نعم. ومحاولة أن تكون هذه الجهات هي معرقلة لمسار ديمقراطي تم الاتفاق عليه منذ عام ونصف، وهذا أيضا ظاهرا للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وكل القوى من أن هناك أيادي خفية تعبث بالأمن القومي السوداني في محاولة تعطيل المسار الديمقراطي. نعم. وبالتالي طيب، هذه الخطوات هي خطوات مهمة في سبيل تحقيق هذا المسار. طيب دكتور حامد، منذ أيضا أسابيع بل شهور كانت هناك يعني دعوات لي أو بل حدث بالفعل هذه الاتفاقيات بين الحكومة السودانية وبين عدد من الأطراف الجبهات التي كانت خارج هذا النطاق فيما درج على استخدامه باتفاقيات السلام بين الحكومة والأطراف المختلفة. إلى أي مدى هذه الاختلافات بين القوى السياسية داخل السودان يمكن أن تؤثر على عملية السلام التي كان من المفترض أن تجري هناك؟ ليس من المنطقي كلما زادت حدة الصراعات كلما مات السلام داخل السودان، وليس من المنطقي وليس من العقل أن تزداد هذه الخلافات وتتسع الفجوة بين المكونات السودانية، لأن ذلك ينعكس سلبيا على سواء على الحياة السياسية أو أيضا على الحياة الاقتصادية. وبالتالي لابد أن تتوحد القوى الداخلية وأن يسيروا خلف الجيش السوداني، لأن الجيش السوداني هو المكون الرئيسي لحفظ صحيح. الأمن والسلم داخل السودان، والجيش السوداني يعلم مصالح المواطنين السودانيين وهو من سيدافع عن الشعب السوداني ضد قوى التطرف والإرهاب ومحاولة جر السودان مرة أخرى إلى الخلف. وبالتالي الجيش السوداني لديه خارطة طريق واضحة من أنه لابد أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك استقرار سياسي يتبعه استقرار اقتصادي منشود. وبالتالي كل الخطوات التي اتخذها الجيش السوداني تتفق مع الرؤية السليمة في محاولة استقرار الأوضاع في السودان والعمل لمصلحة المواطن السوداني. نعم، الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.